السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدموا واحد الحلقة ديال كيفية الحفاظ على الخلفات من الموت. الخلفات اللي يكونوا باقيين عاد صغار، يعني من عمر ديال الولادة ديالهم حتى يكبروا. أول حاجة غنهضر عليها هي فصل الصيف، لأن في فصل الصيف كيكون واحد الموجة ديال الحر كيقدروا يحتملوها الكبار ديال الأرانب، ولكن الصغار كيتزيروا، يعني حاولوا أنكم تبعدوهم على أشعة الشمس، ضلوا عليهم مثلا في فصل الظهيرة ممكن ترشوهم شوية ديال الماء، يعني باش يتبردوا. القضية ديال الأكل هي لب الموضوع في هذه الحلقة، لأن ملي كيكون المربي اول مره كيقول بلي غادي نسمن الارانب ديالي، سمو كيبقى يدير كيبقى شوفوا هذا الارنب هذا ملي كيكونوا كما قلت لكم المربي ديال الارانب كيقول بلي انا غادي نسمن الارانب ديالي، كيبقى يعطيهم الماكله بزاف، كيقول انا لا خصني ماشي نخليهم ضعافين، بقى نعطيهم الماكله، وهي كلشي غادي بالميزان. ما يمكنش انكم تعطيو الارانب ديالكم اكثر من الجهد ديالهم، لان كيتصابوا بالانتفاخ. منين نشوفوا هذه الخطوه ديال الانتفاخ ما تخلعوش، ما تقولوا، لان ملي كيتنفخ الارنب كرشو كتدور كتولي كبيره وكتدور، سمو كيوقع انه ما كيبقاش كيرجع اللور، ما كيبقاش يبغي ياكل. هذيك الساعه ديروا بيكربونات دو صوديوم، انتما بحال هذا الشكل هذا، ها هي سميتها. هذيك كلها كدير واحد 4 دراهم باكية صغيرة، باكية كبيرة كدير 6 دراهم، يعني فيها بزاف واحد الكمية، هي عبارة عن غبار كتكبوه لهم في الماء ديالهم، بحال دايرة بحال الملحة هي. المهم هذه إلا مشاو تتصابوا بانتفاخ، انتوما حاولوا أنكم الماكلة تعطيوها لهم بالقياس. ثاني حاجة، ملي يكونوا عاد صغارين ما تحاولوش تعطيهم الأخضر بزاف، لأن اي مربي كيخاف من قضيه ديال يعني الكرشهم كتجرى، يعني كيتصابوا بالكوكسيديا، هذيك ملي كرشهم كتجرى حتى هما عاوتاني كيوليو ما كيوليوش يعجبوا كاع، ما كيبقاوش ياكلوا مزيان، ما كيبقاوش الصحه ديالهم كيوليو هزيل بزاف. المهم حاولوا نتوما تشوفوا هذه النقطه هذه. القضيه ديال الماء خصو يكون ديما نقي، ما تبقاوش تخليو الماء يتوسخ بحال دابا انايا هنايا، راه الماء هما داروا فيه بعض الفضلات ديالهم عزكم الله. كاين الناس اللي عندهم الشرابات بحال هذا الشكل هذا، يعني داير الشرابات هما هادو، ممكن انكم ديروا الشرابات كيكون واحد التيو وكيبقاو يشربوا منه. الناس اللي ما عندهمش استطاعه ممكن هاد الطيسان هادو يبقاو يغسلوهم ديما. القضيه ديال الدواء، الدواء هضرنا عليه ان غادي تهضر غادي ديروا التسمم المعوي عفوا، واحد السيرو كيتكب في الماء، وكاين التسمم الدموي، هذوك فوقاش يبرا كدقوه لهم قبل ما يوصلوا 3 شهور، كي كيوصلوا 3 شهور كتولي خطر عليهم. هذا بالنسبه للدواء، ما تكثروش عليهم الدوايات بزاف، المهم هذا الشيء اللي كاين. في الاول ملي يكونوا صغار عطيهم التفاف، يعني واحد الفيديو سبق لي هضرت على التفاف، هو مزيان لان كيكون فيه الحليب كيعوض يعني الحليب ديال الام، انه هو ملي كتضغطوا على النبته كتلقاو بان عندها فيها واحد السائل الابيض، هذاك التفاف حتى هو ما خصوش يخطاهم كاع. القضيه منين بداو يكبروا حاولوا انكم ما تخليهمش بعضياتهم، دابا انايا في الخلفه دورهم هادو متوات وهادو ذكور، الاول كان نفرقو. منين بداو يكبروا عاوتاني كيبقاو اما واحد منهم كيبقى يضار مع الاخرين، ولا المهم كيولي واحد النقاش بعضياتهم، حاولوا عاوتاني انكم تصنفوهم في هذا مثل هذا الكاج هذا، كل واحد ديروه بوحدو، يعني كل واحد تتعاملوا معاه بحده. اذا هذه هي التعامل مع الصغار، يعني بالادويه وواحد القضيه وهي الفيتامينات كل شهر، يعني منين يفوت شهر حاولوا انكم تعطيهم فيتامينات. كاين اللي كيدير حتى 10 ايام، ما بين 10 ايام 10 ايام، ولكن بالنسبه اللي ما عندوش الخلفات بزاف ماشي مشكل، دير واحد من شهر لشهر تبقى تعطيهم لي فيتامين، ماشي غالي بزاف، حتى هو كيدير 25 درهم للشاصيه، راه كتخدم بزاف وبزاف كاع فيها بزاف.
إذا التزويد بالفيتامينات، القضية ديال الأولاد ديالكم ما تخليهمش يبقاو يلعبوا معاهم بزاف، لأن كي كيقدر شي واحد لأن كيكون العظم ديالهم باقي عاد صغير، حاولوا أنكم ما تعطيهمش الصغار ديالكم شحال واحد وقعت له هذه القضية، لأن الصغير الدري الصغير ما كيكونش عارف وكيقدر يؤذي هذا المخلوق، لأن كيكون باقي عاد العظيمات ديالو باقي عاد صغار. مرة حيدوهم من الكاج وحطوهم في الأرض، ما تخليهمش ديما في الكاج. الخبز مزيان لهم لأن حتى هو كيعطيهم واحد النشا. القشور ديال الخضرة بالنسبة للصغار مهم ومهم بزاف، مثلا الخس، مثلا القشور ديال البطاطا، قشور ديال الليمون، قشور ديال البنان، اي حاجه ديال الفاكهه مزيانه لهم. بالنسبه للصيف ممكن تعطيهم شويه ديال القشور ديال الدلاح حتى هو كيخدم لهم. بالنسبه للخبز ممكن تدقوه بهذه الطريقه وتعطيه لهم هكا، انتم كتشوفوا راه بدا بداو كياكلوا في هذه المرحله ديال فوق شهر كيولوا ياكلوا الخبز. المهم تعاملوا معاهم بواحد برفق، ما توريهمش الجيران بزاف، مثلا شي واحد يدخل عليهم ويبقاو انهم كيكونوا زوينين في الصغر ديالهم كيبقاو. كاين اللي كيكون كيقول لك عينه خايبه، المهم حنايا هادشي يعني في هذا الموضوع بزاف ديال الشروحات كتوقع فيه ان كيتصابوا بالعين. حاولوا انكم تبعدوهم عن الناس، ضربوهم شي شويه، مثلا ديروهم في واحد السطيحه وغلقوا هذاك السطح، ما تحاولوش انكم تبينوهم للناس بزاف، لان المنظر ديالهم تبارك الله كيكونوا صغارين كيكونوا عاطين العين. حاولوا انكم تشوفوهم غير نتوما، يعني اهل الدار اهل المنزل، ما تحاولوش تبقاو تعطيهم للناس يشوفوهم بزاف، لان حتى هذا كيضرهم. اذا هذه هي الحلقه ديالنا، يعني حاولوا انكم تتعاملوا مع هاد الصغار هادو بواحد بذكاء وبلطف في نفس الوقت، يعني حاولوا انكم يعني تلمي الميزان ديالهم يكون ديما مضبوط. حاولوا ماشي يكون ان بغي صغير هو مكركب يعني عنده الوزن بزاف، لا، حاولوا انكم تعطيو داك الشيء بالميزان وخليوه تيكبر حتى يوصل لمرحله ديال التسمين، ديك الساعه عطيوه السيكالين باش يتفورما يولي مزيان وتقدروا تبيعوه كميزان او تخليو النتوات ان شاء الله باش يقدروا عاوتاني تنتجوا منهم. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، كيفيه التعامل مع صغار الارانب. يعني انتم تبارك الله راه بداو كيفلفلوا، يعني دعيو معنا ان هذه الخلفه تصدق، و يعني مثل هذه المشاريع انا كنطلب من سيدي ربي ان اي واحد ديال الارانب انهم ينجحوا له، لانهم الا مشاو تنجحوا كيعطيو واحد المدخول مزيان. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه جميله وغاديه بالاستمرار ديالكم ان شاء الله وبالدعم ديالكم. تكيو على زر الجرس باش تساندونا، زيدوا القدام، وتكيو على زر عفوا تكيو على زر الجيم كي تساند باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.